أهلا بكم. بعد طول انتظار، روسيا تعلن عن جاهزية تشغيل مسيرات بوسايدن النووية بعد إنهاء الاختبارات عليها. فما هي هذه المسيرات التي شغلت الغرب منذ لحظة الإعلان عنها؟ تعود تسمية كلمة بوسايدن إلى إله البحر في الأساطير الإغريقية القادر على إحداث الزلازل والعواصف البحرية، وهو ما يتماشى مع مميزات مسيرات بوسايدن الروسية التي كشفت عنها موسكو. تم الكشف عن بوسايدن للمرة الأولى عام 2018 حينها أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن مدى بوسايدن غير محدود ويعمل بأضعاف سرعة أي صواريخ أخرى. يمكن لبوسايدن الإبحار تحت الماء بشكل مستقل بين المحيطين الهادئ والأطلسي والتحرك بسرعة تزيد عن 100 كيلومتر في الساعة وبعمق 1000 متر، ما يجعل اعتراضه أمرا صعبا. قوة سلاح نهاية العالم الروسي تصل إلى 100 ميجاتون، الأمر الذي يجعله أقوى الأسلحة النووية في العالم، ويمكن استخدامه في استهداف القواعد البحرية وتدمير حاملات الطائرات. وتستعد روسيا لضم غواصة بيلغورود النووية التي تحمل توربيدات بوسايدن إلى الخدمة في القوات البحرية الروسية خلال العام الحالي، الأمر الذي أثار قلق الناتو والولايات المتحدة. فزيادة القدرات النووية الروسية مع تقدمها في عملياتها العسكرية في أوكرانيا يزيدان من قدرة موسكو على حسم المواجهة مع الغرب الأطلسي لمصلحتها. فهل يكون لبوسايدن، أو كما يصفه الإعلام الغربي بسلاح يوم القيامة، دور في تغيير التوازنات العسكرية العالمية؟